يوم واحد مع مصمم الحدائق. السلام عليكم. السلام عليكم. ليو جو هو مصمم حدائق وهو متزوج منذ 5 سنوات. بعد أن يجهز نفسه يذهب للعمل مع زوجته. هل تعمل أنت وزوجتك معا؟ نعم، يستأجر اليوجا شقة بالقرب من الشركة، ولا يحتاج الطريق سوى 15 دقيقة بالدراجة. يطلق على هذه الدراجة اسم الدراجة المشتركة، وتوجد في كل مكان تقريبا في مدن الصين الكبرى، فيمكن فتح قفلها عن طريق مسح الرمز بالجوال، وبعد استعمالها يتم ركنها في موقف الدراجات المشترك على جانب الطريق. بالفعل عملي ومريح جداً. عادة ما يتناول يوجا وزوجته الفطور في مقصف الشركة للموظفين، حيث يقدم المقصف وجبة فطور مفتوحة، فيمكنهم اختيار المأكولات التي تحلو لهم. بعد الفطور يتوجه ليوجا وزوجته إلى وظيفتهما لبدء العمل لهذا اليوم. لماذا هناك الكثير من النباتات في مكتبكم؟ الشركة التي يعمل فيها ليوجا هي شركة تابعة لجامعة تسينخوا، وفيها أكثر من 1700 موظف، وهناك 55% من الموظفين الفنيين حاصلين على درجة الماجستير وما فوق. في صباح كل يوم اثنين يعقد اجتماع دوري للقسم لتلخيص الخبرات المكتسبة من المشاريع السابقة. يتناوب كل موظف لتقديم هذا الاجتماع، وفي هذا الأسبوع قد جاء دور ليوجا. 最初我们就是把它当做了一个这种特别基础的，直接想做什么，每条道路给了一个定位，但后来发现它并不是这样的。这样的话也是呼应他们这个市里面提的一个目标。بما إنه الأستاذ ليو بالاجتماع، خلينا نستغل هذا الوقت ونشوف أجواء الشركة عندهم. يلا. لقد أعجبتني بيئة مكتبهم كثيراً. هناك الكثير من النباتات والنوافذ الكبيرة ممتلئة بالطاقة الإيجابية. هذه منطقة الاستراحة الخاصة بهم، فيها الكثير من الكتب ومعظمها يتعلق بمجالهم. ويوجد هنا أيضاً آلة القهوة. ممتاز، سأشرب كوب من القهوة. خلينا نستمتع بكاسة القهوة. يعتمد عمل ليوجا عادة على احتياجات المشروع، فينضم إلى فريق المشروع بشكل مؤقت، ويتعاون الزملاء من تخصصات مختلفة في كل فريق مشروع. هل عملكم بهذا الانشغال دائما؟ 就是有闲的时候，有特别忙的时候，像我们这个专业就跟着项目走的话，它就是工作上会时走时停，当然我们可能在学习的路上不能停，但项目呢偶尔会闲一点，闲一点我们就得多学习学习，保证下一次这个有特别要紧、特别时间紧迫的任务的时候，我们能迅速的跟上这个步伐，主要是时间问题，这个可能明天就要有一个初步的结果，然后这周，因为今天还好，这周周末就要给甲方汇报，好吧。
开始工作吧。 咋了？刚刚去和那个施工的他们去对，然后本来是按4米5设计的嘛，现在是他们在施工过程中是发现是5米。这是他们现在正在按这个施工，我赶紧跟他联系一下。嗯，你忙吧。嗯，好嘞，好嘞。أعمال مصمم الحدائق تختلف تماماً عما تخيلت. أحياناً ربما انحراف بسيط في البيانات سيتسبب بمشاكل كبيرة. لذلك طوال مدة العمل على المشروع يتطلب الاستمرارية في إجراء التعديلات. 对，那您弄完了马上给我反馈吧。好，好，好，好，辛苦，辛苦，辛苦王工。 لقد رأيتك قلقاً جداً قبل قليل. ما سبب وجود المشكلة؟ 这个其实就是我们在这个施工阶段是非常关键的一个问题，因为有的时候方案改了，可能最后施工那边，最后的协调变更的时候没有落实到位，落实到位就导致可能像类似现在这种情况，就是如果道路按照它之前的方案进行设计的话，那旁边的设施可能就都落错位了，落错位以后未来施工上您发现所有的这种路灯啊，然后座椅啊等等，就都可能落到路上了，啊，没法施工，未来也没法使用。 其实非常关键的问题，但其实你看它只差了可能0.几米。我可以发现，他们尽快第一时间就要发现问题，然后马上要解决，因为一旦没有第一时间解决的话，后面就是可能会有一系列的其他的问题出现。 كثير من الصينيين تعودوا على أخذ القيلولة، لذلك في معظم الشركات الصينية يمكنك رؤية هذا المشهد عند الظهر. 一般有的时候工作还比较辛苦，大家就中午都有这个习惯，睡一下，下午就。 يا جماعة أنتم متخيلين إنه في الشركة في تخوت خاصة لقيلولة الظهر؟ هلا الأستاذ ليو نايم عم بيريح حاله، ولاحظت إنه ثقافة قيلولة الظهر جدا مهمة في الصين، حيث بكثير من الشركات ممكن تلاقوا تخوت وأماكن خاصة لاستراحة الظهر. خلص هلا بلاش نزعجهم، خليهم نايمين. بعد الظهر جاء ليوجا إلى حديقة غابة الوسط الأخضر الحضرية في تونجو. هذه الحديقة هي أحد المشاريع العديدة التي شارك في تصميمها، وتجمع هذه الحديقة الترميم البيئي ووسائل الترفيه للمواطنين والتراث الثقافي، وتعرف بأنها أعلى مستوى من المناظر الطبيعية للحدائق الحضرية في بكين. ألم يتم الانتهاء من تصميم هذه الحديقة؟ لماذا لا تزال تأتي إلى هنا؟ 一般一个项目其实建成以后，算是告一段落，因为我们一般从规划到设计再到施工图，会做很多工作。施工从这个阶段呢，我们也会陪着这个施工方一起去做。但是建成以后真正使用的阶段，我们还是要就多次进行回访。回访的有几个效果，一个是保证看原来这个公园究竟用的怎么样，第二个就是，可能有一些。 未来有没有什么好的一个提升的方向，提升的可能性，这样能让这个公园做得更好，可以说是一个长期的一个工作。 بعد إعادة الاطلاع على تصاميمه في الحديقة، لقد حان وقت موعده مع مديرة الحديقة. 对，刘老师，欢迎您，欢迎您。主要想看看咱们最近，因为我看也开始进行很多活动了。对，现在这个活动还是此起彼伏的。像前一段时间，4月初有这个副中心马拉松，有时间过来，当时看一看，还是很热闹的。我们其实之前设计了很多这个场地，有这个儿童的，还有运动的，还有一些就是可能大家都能用的这种场地，不知道这个平时使用的效果怎么样。 还是挺受欢迎的，咱们这边我觉得是小而精，然后有很多就是附近的居民、大爷大妈都会到这儿来遛弯儿，然后也会有人唱歌，然后那个孩子妈妈会领着孩子过来，所以这个全龄友好的这个状态还是能够充分的体现出来。过去几年，可能大家这种近郊旅游的这种需求更多了，不是说非要去多远多远的地方。 其实这边你看，这个老年车也可以走进来，就说这附近的居民觉得这样可能更好。بعد انتهاء عمل المراجعة، لقد حان وقت انتهاء الدوام. 哎，啊，啊，对我这边。كانت المكالمة من زوجة ليوجو،
فقد اتفقا على العودة إلى الشقة لتناول العشاء. عند عودته إلى المنزل كانت زوجته قد بدأت بتحضير العشاء. عشاء اليوم سيكون القدر الساخن. يتعاونا معا بشكل جيد على ما يبدو أنهما يطبخان معا دائما. في الصين يحب العديد من الأزواج الشباب تناول القدر الساخن في العشاء، لأن القدر الساخن يخفف من عبء الطبخ بشكل كبير، فقد يحتاج إلى غسل الخضار وبعض من شرائح لحم الخروف، وبهذا وجبة العشاء اللذيذة تصبح جاهزة. دائما بروح على الحدائق لأتنزه، لكن بعمره ما خطر عبالي قديش في تفاصيل وقصص وراء الحديقة العادية. هاي الحديقة بتفاصيلها من رسمة على ورقة صغيرة لتطبيق فعلي ودقيق على أرض الواقع، وهذا كله أكيد بفضل جهود أشخاص زي الأستاذ ليو وفريقه. روحهم بالعمل، اهتمامهم بأدق التفاصيل وعدم خوفهم من المتاعب جعل الحدائق مكان أجمل والكل بحب يروح عليه ليستمتعوا فيه. وهيك بكون يوم مصمم الحدائق. بشوفكم بيوم جديد مع شخص جديد. سلام.